اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده من جيم دوزر راديو ستيشن. بما ان الشهرين الجايين ما فيهمش اصدارات كبيره فقررت اعمل كام حلقه توب 10 سريعه، وبسبب بعض الصعوبات التقنيه الحلقات مش هيبقى فيها تفاصيل، فتعالوا ندخل في القائمه من غير مقدمات. المركز العاشر لافضل الالعاب اللي صدرت في النصف الاول من 2015 على منصه الحاسب الشخصي هي Mortal Kombat X. نفس الرغي بتاع Mortal Kombat، اتنين بيدبوا في بعض لحد ما واحد يموت، بس بجرافيك اقوى بكتير. في المركز التاسع Assassin's Creed Rogue. الجزء ده من السلسلة قصته حلوة جدا، المهمات فيه ممتعة، والشخصية الرئيسية فيه شيقة للغاية، ده غير انه شغال بأداء خرافي على البي سي. في مركز الثامن City Skylines. لو عندك الشغف الهندسي لتخطيط المدن مش هتلاقي لعبة أقوى من City Skylines في العالم. اللعبة دي مش دماغي أنا شخصيا، بس قادر أحترم مساحة الإبداع اللي موجودة فيها. في المركز السابع Project Cars. لعبة سباق واقعية جدا وفيها أنظمة سباقات كتير، ما بتقدمش جديد عن اللي احنا نعرفه غير الواقعية العالية جدا، بس لو انت مستني نيد فور سبيد جديدة لازم تلعب بروجكت كارز، ده في احتمال كمان ان دي تكون اقوى. في المركز السادس ريزنت ايفل اتش دي ريماستر. لعبة في منطقة قوة للناس اللي بتحب العاب الرعب الكلاسيكي، بتجمع بين الجرافيك القوي للاجهزة الحديثة وجمال الميكانيكس الجزء الاول من ريزنت ايفل والاتموسفير المروع لسبنسر مانشن. في المركز الخامس كيربل سبيس بروجرام. خليط من علم الفضاء والفيزيكس العشوائية اللي دمها خفيف، لعبة ممتازة جرب بنفسك. في مركز رابع Invisible Ink. لو بتحب ألعاب التيرن بيز استراتيجي زي إكس كوم، Invisible Ink لعبة عبقرية بتخلط بين الميكانيكس بتاعت إكس كوم والتخفي اللي موجود في كوماندوز. أنا شخصيا ميال للعبة دي بشكل كبير جدا. في مركز تالت GTA 5. غني عن التعريف، لعبة ممتعة جدا وشغالة آخر حلاوة على البي سي. في مركز تاني The Witcher 3 Wild Hunt. من أقوى الألعاب اللي صدرت في 2015 على كل الأجهزة، وكمان أفضل نسخة نزلت منها هي نسخة البي سي. اللعبة جرافيك فيها رائع، العالم واسع جدا، كل مهمة ليها قصة مميزة، واللي بيجعلها واحدة من أقوى ألعاب الـ RPG اللي لعبتها في حياتي. مشكلتها بس في السيكو سيكو وإحنا في رمضان، العبوها بقى في العيد ولا حاجة. وفي المركز الأول Oddworld New and Tasty. لعبة بلاتفورمر في منتهى العبقرية، لعبة صعبة دمها خفيف وقصتها ممتازة. الفرق بينه وبين اللعبة الأصلية مش كبير، بس جمال العالم نفسه وتطور الجودة لوحدها كفاية انك تلعب اللعبة دي. قبل ما انهي الحلقة احب اذكر لعبة بلودبورن ذكر شرفي على القائمة، لانها حصرية للبلاي ستيشن 4، وهي لعبة ما تختلفش كتير عن دارك سولز، بس في الاول او في الاخر لعبة ممتازة. طبعا ما ذكرتش اي العاب للايرلي اكسس زي بسيج، ودي احاول اعمل بيها حلقة جديدة. ما تنسوش تقولوا لي ألعابكم المفضلة في 2015 حتى الآن في الكومنت سيكشن اللي تحت الفيديو. شكرا للمتابعة، وأهلا بكم في جيم دوزر.